السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزملاء الكرام. هنبدأ مع حضراتكم الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهاتنا التعريفية البسيطة لبرنامج إدارة وسلامة المرفق بالمنشآت الصحية أو الـ FMS أو الـ Facility Management and Safety. اتكلمنا مع حضراتكم في الفيديو التمهيدي عن البرنامج بصفة عامة، أما الفيديو الأول فكان مختص ب الخطط الأساسية لبرنامج إدارة وسلامة المرفق، وعددهم 7 خطط بتحتوي على 39 معيار ب172 معيار فرعي، من ضمنهم 6 معايير أساسية أو من المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى والإي إس آر. طبعا زي ما وضحنا لحضراتكم احنا عندنا 20 معيار إي إس آر، في 6 منهم بس لملف الـ FMS. ده بيخلينا نركز شوية على الملف لأنه ملف أساسي أو من الملفات الأساسية اللي ممكن تساعد في تخطي المنشأة للتقييم أو فشل المنشأة في التقييم. هنبدأ مع حضراتكم الفيديو الثاني مع أول خطة معانا، وهي خطة سلامة المبنى أو خطة سلامة المرفق، بتحتوي على 9 معايير ابتداء من المعيار الثاني وحتى المعيار التاسع. خطة سلامة المبنى زي ما قلنا لحضراتكم بتبدأ من المعيار الثاني، مسؤول السلامة، ثم لجنة السلامة، تقرير الدفاع المدني، سياسة الأمن والسلامة أثناء أعمال البناء والترميم، اللوحات التحذيرية، اللوحات الإرشادية، الأفراد ذو الاحتياجات الخاصة، ضمان سلامة المرضى والموظفين، السلامة من الإشعاع. طبعا هدفنا من الفيديوهات ديت هو تبسيط المعلومة بقدر الإمكان. ثانيا بنوضح لحضراتكم المعايير اللي بيتم إثباتها بمستندات والمعايير اللي بيتم تقييمها عيني داخل المنشأة الصحية. هنبدأ مع حضراتكم المعيار الثاني الخاص بمسؤول السلامة. يجب أن يكون مسؤول السلامة مؤهل ومكلف ومتفرغ لوظيفته كمسؤول سلامة داخل المنشأة الصحية، وإن زادت عدد الأسرة داخل المنشأة عن 150 سرير فبيتم تكليف مساعدين لمسؤول السلامة في المستشفى أو في المنشأة الصحية. بيتم إثبات ذلك عن طريق ملف الموظف، لذلك يجب أن يكون لدى جميع الموظفين في إدارة الأمن والسلامة ملفات تحتوي على المؤهل، الاعتماد، التكليف، أي دورات تدريبية بالإضافة إلى صورة من الهوية. في حال طلب مقيم سباهي للملف فبيتم الاطلاع عليه من قبله وتحديد إذا كان الموظف أو مسؤول السلامة مؤهل أو غير مؤهل. دي طبعا بيكون راجع لتقييم المقيم نفسه. بالنسبة للمعيار الثاني والخاص بلجنة السلامة، طبعا لجنة السلامة بتكون في حدود 13 عضو أو 14 أو 12 عضو، بتبدأ من مدير المنشأة، مسؤول السلامة، مسؤول الصيانة أو الشؤون الهندسية، مكافحة العدوى، إدارة الجودة، رئيس التمريض، الإدارة الطبية، المساعد للخدمات العلاجية، المساعد للإمداد، الموارد البشرية، مسؤول الأمن. دول كلهم الأعضاء، طبعا بالإضافة إلى عضو من الصيدلية، إدارة المخاطر. دول كلهم أعضاء بيتم تكليفهم كلجنة سلامة داخل المنشأة الصحية. طبعا لجنة السلامة بتشتغل أو بتعمل في مسارين، المسار الأول وهو عقد الاجتماعات الشهرية بحد أدنى 10 اجتماعات سنوية، بتناقش أي قضايا خاصة بسلامة المبنى أو بيئة العمل. بيتم إعلام الأعضاء قبل الاجتماع بحوالي 48 ساعة وبيتم تحديد المواضيع اللي هيتم مناقشتها، وبعد كده بنخرج بتوصيات، وبناء على التوصيات دي بيتم الرفع كتابيا لرؤساء الأقسام المعنيين لعمل خطة تصحيح وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم. معنى ذلك إن أنا لازم يكون عندي ملف بنسميه ملف الاجتماعات لجنة السلامة أو ملف الاجتماعات القسم، أي مسمى معانا، فلازم يكون عندنا الملف. بيحتوي طبعا على الأجندة، على قائمة الاستلام، على التوقيع بالحضور، على المكاتبات اللي تمت ما بين اللجنة ورؤساء الأقسام، على محضر الاجتماع نفسه. فبيكون عندنا ملف وبيتم الاطلاع عليه من قبل مقيم سباهي. المسار الثاني اللي بتشتغل عليه اللجنة وهو القيام بجولات ربع سنوية، طبعا محددة مسبقا. الجولة بتتم في خلال أسبوع،
الهدف منها هو التأكد من سلامة المبنى وبيئة العمل عن طريق نموذج في مجموعة من المعايير. احنا بنطبق المعايير دي داخل كل قسم، وطبعا لو في ملاحظات بيتم برضو الرفع لرؤساء الأقسام لتصحيح الكلام ده كله في خلال زمن محدد، وبيتم دعوة البعض لحضور اجتماع الشهري لمناقشتهم في بعض الملاحظات اللي تمت. مقيم سباهي يهمه أكتر محضر الاجتماعات والمكاتبات اللي تمت، فاحنا هنعرض على حضراتكم مجموعة من النماذج اللي احنا بنشتغل عليها من الأجندة، قائمة الاستلام، قائمة الحضور أو نموذج الحضور، وقائمة المعايير اللي احنا بتتم اللجنة بتتم أثناء قيام اللجنة بالجولة الربع سنوية على المبنى كاملا. طبعا بيتم تكليف ضباط سلامة في الأقسام الطبية والغير طبية، يعني كل قسم لازم يكون فيه ضابط سلامة مكلف. طبعا بيكون مقترح من رئيس القسم مين اللي هيكون ضابط سلامة. ضابط السلامة ده برضو بيكون معني بسلامة القسم اللي هو شغال فيه، في أي قضايا خاصة بالسلامة داخل القسم أو بيئة العمل بيتم التواصل مباشرة مع من خلاله، يعني هو وسيط ما بين القسم وبين مسؤول السلامة داخل المستشفى. طبعا دي مجموعة من النماذج اللي قلنا لحضراتكم عليها. أول نموذج اللي هو الأجندة طبعا بيكون مسجل في الجزء العلوي مكان الاجتماع والموعد والتاريخ، وبعد كده المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، وفي المربع الأخير بيكون فيه أسماء أعضاء اللجنة موجودين فيه. النموذج اللي بعد كده اسمه قائمة استلام. النموذج الأول أنا بوزع النموذج على جميع الأعضاء وبيوقعوا لي بالاستلام إن هم على علم بموعد الاجتماع وعلى علم بالمواضيع اللي احنا هنتكلم عنها. دي قائمة التفتيش الذاتي، جولة لجنة السلامة لما بتقوم بجولة طبعا ديت بيكون النموذج بالشكل ده، طبعا احنا معدلين فيه. هو عبارة عن مجموعة من المعايير اللي بيتم تطبيقها على القسم، هل تمت أو لم تتم. اللي ما تمش طبعا بنرفع بيه لرؤساء الأقسام نشوف ايه مشاكلهم وليه ما تمش، واللي تم بيتعامل عليه علامة صح. ده بالنسبة للمعيار الثاني مسؤول السلامة، والمعيار الثالث الخاص بلجنة السلامة. وزي ما قلنا المعيارين دول بيتم تقييمهم من قبل مقيم سباهي بالمستندات، يعني بيحتاج مستند يطلع عليه علشان يتأكد من مسؤول السلامة ومن أعمال لجنة السلامة. المعيار الرابع بيتكلم عن سلامة السلامة العامة للمبنى أو المباني بالإضافة لشبكة الصرف الصحي والتخلص الآمن من النفايات. طبعا بالنسبة للمعيار ده في عندنا ملف بيكون خاص أو بنسميه تقرير الدفاع المدني، بيتم مخاطبة إدارة الدفاع المدني لحضور مندوب أو أكثر من طرفهم للشخوص على المبنى، وبعد كده بنحصل على التقرير. طبعا مقيم سباهي بالنسبة له تقرير الدفاع المدني ده مهم جدا، بالإضافة إلى المخططات الرسوم الهندسية الخاصة بالمبنى، وبتكون من مكاتب هندسية معتمدة، فده طبعا معيار مهم جدا. المعيار الخامس بيتكلم عن سياسة الأمن والسلامة للموظفين أثناء أعمال البناء والترميم. أي أعمال بناء أو ترميم بتتم داخل المنشأة الصحية ما بتتمش عشوائي، لازم في البداية يتم الشخوص على الموقع من قبل لجنة السلامة أو مسؤول السلامة بالإضافة إلى مدير أو موظف من إدارة التحكم بالعدوى أو إدارة مكافحة العدوى، لتقييم الأعمال إذا كان متوسط الخطورة أو خطير جدا، وبعد كده بيتم توجيه المقاول لطرق العزل المناسب للموقع البناء أو الترميم، وبعد كده بيتم إصدار تصريح بناء. في نموذج خاص بتصريح البناء، قبل ما يتم عمل الترميم أو البناء داخل المنشأة الصحية يجب الحصول عليه من إدارة مكافحة العدوى. طبعا احنا محضر لكم فيديو بسيط او تصوير بسيط عن بعض الاماكن اللي فيها ترميمات والطريقة اللي بيقوم فيها المقاول، طبعا بداية من اللوحات التحذيرية ان ده مكان عمل،
بالإضافة إلى إنه بيعزل المكان اللي شغال فيه عن باقي المبنى، ولازم يكون فيه لوحة بتوضح اسم المؤسسة اللي شغالة، وأحيانا بيحدد فترة العمل، يعني من تاريخ كذا لتاريخ كذا هينهي فيه العمل، وبيقول إن دي منطقة أعمال، وبيحذر المواطن وبيحذر الموظف من الوصول للأماكن دي. بالنسبة للمعيار رقم 5، طبعا هو معيار بيطلع المقيم على تصريح البناء، لازم يكون عندنا أكتر من تصريح موجود علشان يتأكد إن إحنا بننفذ المعيار ده. المعيار السادس طبعا 6.1 و6.2 دول خاصين باللوحات التحذيرية واللوحات الإرشادية. اللوحات التحذيرية من مسماها هي بتحذر من عدم الاقتراب بأماكن معينة، أو تنبيه لشيء معين، يعني مثلا تحذير المواد الخطرة، الأشعة، الوقوف الخاطئ، منع التدخين، استخدام الهواتف النقالة بالأقسام الحرجة. اللوحات الإرشادية بترشد عن أماكن أو إدارات أو أقسام داخل المستشفى بالإضافة إلى مخارج الطوارئ. المعيار رقم 6 ده برضو معيار عيني، تقييمه بيكون عيني من قبل مقيم سباهي، فإحنا محضرين لحضراتكم برضو فيديو بسيط بيوضح الفكرة من خلال اللوحات الإرشادية والتحذيرية الموجودة في المستشفى. المعيار السابع بيتكلم عن الأفراد ذو الاحتياجات الخاصة. طبعا المفروض إن في عندي مواقف خاصة للمعاقين ومحددة وممنوع الوقوف فيها إلا للمعاقين، بيكون عندنا كراسي متحركة، المستشفى أي درج أو سلالم أو ممرات مرتفعة لازم يكون في درابزين حديد مؤمن للطفل وللموظف وللمواطن والمراجع، ده اسمه الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الأطفال. طبعا برضو احنا محضرين فيديو لحضراتكم بسيط بيوضح الفكرة. بالنسبة للمعيار ده برضو تقييمه بيكون عيني من قبل مقيم سباهي، لا يحتاج إلى أي مستندات. بالنسبة للمعيار رقم 8 بيتكلم عن ضمان سلامة المرضى والموظفين، هو بيختص بالموضوع حمامات المرضى. طبعا المفروض ان حمامات المرضى مزودة بوسائل سلامة، بالإضافة ان الأرض غير زلقة، الأرض غير زلقة للمريض وللموظف. حمامات المرضى بيكون بها مساند معدنية، بيكون فيها وسائل إنذار للمساعدة، بيكون فيها نظام لفتح الأبواب من الخارج. إحنا حضرنا لحضراتكم برضو فيديو بسيط عشان نوضح الفكرة. المعيار برضو رقم 8 هو معيار عيني، يعني بيتم تقييمه عيني من قبل مقيم سباهي، فده حمام من حمامات المرضى. طبعا الأرض غير زلقة، ده مسند معدني للمريض، ده وسيلة استدعاء للممرضة في حال الاحتياج، أما الباب في حال عدم مقدرة المريض انه يفتح الباب من الداخل، فلازم يكون عندنا مفتاح او نسخة من المفاتيح نقدر نفتح باب الحمام من الخارج. طبعا الحمامات معروف انها بتفتح من الداخل، الا حمامات المرضى بيتم تأمين مفتاح اضافي في حال حصول اي شيء لا قدر الله للمريض داخل الحمام وما قدرش ان هو يستطيع الخروج يعني. فبيتم استدعاء الممرضة عن طريق جهاز الاستدعاء ده، وبعد كده الممرضة بتقدر تتعامل مع الباب.
المعيار رقم 8 أو 2 من 10 طبعا بيتكلم عن السلامة من الحريق، ومحدد أماكن محددة: المختبر، المطبخ، المغسلة، وحدة الماء. بيقول إنه يجب أن تكون في مواقع لغسيل العينين، بطانيات لإخماد الحرائق أو طفايات حريق، حقيبة إسعافات أولية. الأماكن اللي هو حددها ديت طبعا التقييم برضو المعيار رقم 8 و8 من 10 بيكون تقييم عيني، المقيم بيدخل الأماكن ديت وبيتأكد المغاسل موجودة، البطانيات، حقيبة الإسعافات الأولية موجودة ولا لأ. فاحنا برضو مجهزين فيديو لحضراتكم بيوضح في الفكرة ديت، وصورنا من داخل الأماكن اللي اتكلم عنها المعيار ده. من داخل المطبخ ده مغسلة عيون، طبعا مغاسل العيون الهدف منها لو في استخدام لأي مواد كيميائية وصلت للجسم أو وصلت للعينين. لو الجسم طبعا في دوش، لو العينين زي ما انتم شايفين مغسلة العيون بتكون بضغط مية عالي جدا. بطانيات الحريق أو طفايات الحريق دي طبعا لازم تكون موجودة، وفي الإرشادات أو تعليمات الاستخدام. البطانية بتستخدم للحرائق البسيطة المسطحة اللي احنا نقدر نغطيها، يعني هو الهدف من البطانية انها بتعزل الأكسجين عن الحريق. فطبعا موجود في كل أرجاء المستشفى البطانية والطفاية. ده صندوق الإسعافات الأولية للتعامل مع أي إصابات خفيفة، فلازم يكون موجود في الأماكن دي صندوق إسعافات أولية. طبعا احنا مصورين من المطبخ ومن المختبر ومن المغسلة. بالنسبة للمعيار التاسع، طبعا المعيار التاسع هو من معايير الـ ESR زي ما قلنا لحضرتك سابقا. احنا عندنا 6 معايير في برنامج إدارة وسلامة المرفق. ال6 معايير الـ ESR دي تؤثر على الملف كاملا، بتبدأ من المعيار رقم 9، وعندنا المعيار 21 و22 و23 وأعتقد معيار 32. المعايير دي هامة جدا بالنسبة لمقيم سباهي، لذلك احنا بنتأكد منها أكتر، وبالإضافة للمعايير الأخرى يعني، لكن إحنا بنركز شوية على ال6 معايير دول. طبعا السلامة الأشعة بيتكلم عن إن إحنا عندنا سياسة السلامة الأشعة. طبعا السياسة دي موجودة في القسم، في عندنا لوحات تحذيرية بتوضح خطر الأشعة. المفروض إن إحنا عندنا ضوء أحمر أو لمبة باللون الأحمر في حالة استخدام الجهاز على مريض. طبعا الهدف من اللمبة إن محدش يفتح الباب ويدخل الغرفة أثناء استخدام الجهاز. بيكون عندنا وصف للمواد المشعة. بيكون عندنا اختبار لمستويات الأشعة، يعني لازم يتم اختبار تسريب الأشعة في للغرفة وللأبواب وللشبابيك. طبعا ديت سنويا بيتم قياس جرعات الأشعة في البطاقات اللي هو التي ال دي. طبعا البطاقات تي ال دي، او في عندنا المعصم او الخاتم. الواقي او الدروع الواقية بيتم اختبارها سنويا وجردها. بيتكلم ان الجرعة لا تتعدى 20 مللي سيفرت في العام ده للموظف او لاخصائي الاشعة او لموظف الاشعة، وللمواطنين او الموظفين العاديين لا تتعدى 1 مللي سيفرت في العام. السلامة الاشعة طبعا زي ما قلنا هي صار مهم جدا، وديت المتطلبات. فده مستند، لازم يكون عندنا ملف خاص بالسلامة من الأشعة في جميع التقارير الخاصة بقياس تسرب الأشعة من الجدران أو الأبواب أو الشبابيك، وقياس البطاقات الخاصة بالموظفين والدروع الواقية. طبعا احنا محضرين لحضراتكم برضو فيديو توضيحي للموضوع ده، فعايزين نأكد إن الـ FMS9 أو المعيار التاسع من المعايير الأساسية أو المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى داخل المنشأة الصحية. البطاقات زي ما قلنا برضو بيتم اختبارها كل 3 شهور، أما الدروع سنويا، وقياس نسبة الأشعة من الغرف برضو سنويا. ده الفيديو اللي احنا محضرينه لحضراتكم، بنوضح فيه إن طبعا الغرف بتكون مرصصة كاملة، الدروع بيتم قياسها زي مصفوفة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بالإضافة إلى واقي الرأس. هنا طبعا تحذير للموظفين بضرورة حمل البطاقة، التأكد من عدم أو كمية الإشعاع اللي وصلت للموظف.
ده شكل البطاقات. طبعا احنا بنعرض عن حضراتكم اكتر من صورة لبطاقات الموظفين، دي كلها بطاقات خاصة بالموظفين. في طبعا معصم زي ما قلنا، دي اجزاء الجهاز او اجزاء البطاقة بتكون بالمخطط ده، وديت مستويات الخطورة من الإشعاع. احنا كده خلصنا مع حضراتكم الفيديو الثاني الخاص بخطة سلامة المبنى، وزي ما قلنا حضراتكم كان عبارة عن 9 معايير، هم في الأساس 10 معايير لكن أنا عندي 9. وضحنا لحضراتكم المعايير وعرضنا على حضراتكم مجموعة من الفيديوهات المبسطة. ملخص الموضوع ان انا عندي المعيار الثاني والثالث دول بحتاج الى مستندات خاصة بموظف السلامة ولجنة السلامة. المعيار الخاص بالدفاع المدني لازم يكون عندي ملف فيه تقرير الدفاع المدني. في المعيار الخاص بأعمال الترميم لازم يكون عندي ملف خاص به. تصريح البناء لازم يكون عندي ملف في تصريح البناء، وبلاغ البلاغ اللي بيتم فيه داخليا ان هو هيتم اعمال ترميم في المكان ده. باقي المعايير كلها او معظمها عيني. المعيار اللي يهمنا في الفيديو ده هو المعيار رقم 9، وعرضناه على حضراتكم كاملا. ان شاء الله بنتكلم مع حضراتكم في الفيديو الثالث عن خطة ادارة الامن، وبتحتوي على حوالي 4 معايير من المعيار 11 وحتى المعيار 13، برضو بيكون مدعم بمجموعة من الصور او الفيديوهات اللي بتوضح الفكرة. شكرا.